كانت البدايات يعني صعبة جدا جدا. هاي المدرسة بالأربعة وتسعين كانت مليانة حجار، وما كان فيها زراعة ولا كان فيها شجر ولا إشي بالمرة. فإحنا اضطرينا كطالبات كمعلمات كهيئة تدريسية إنه نبلش إحنا نشتغل. ما عندكش كادر أول شيء تعليمي، ما عندكش طالبات كبار، صف عاشر كان أكبر صف عندنا، ما عندكش إمكانيات، يعني لا عندك سيارة لا عندك حتى أدوات زراعية ما كان عندي. فأنا بشحد من الأهالي القفة والطورية والشعوب عشان إيش؟ عشان نشتغل. 97 بدأ، كان أول سنة، كان أول سنة قبول طلاب الزراعي، طالبات الزراعي. بدأنا تقريبا بخمسة أو ست طلاب أو عشر، يعني بهذا الحدود من خمسة إلى عشر، أنا مش متذكر يعني. والأهالي في منطقة الأغوار فقراء، يعني أنا ما معي كل يوم أعطي بنتي دينار بس مواصلات عشان تروح على مدرسة مالية تدرس زراعية، 30 دينار أو 29 دينار كحسبة بس إيش مواصلات. فكانت هاي المشكلة يعني تعترض الأهالي. بلوة كامل ما فيش مدرسة إلا مدرسة واحدة زمالية، يعني بنصادف إحنا بيجينا ناس من كانوا من الشونة من كريمة، بيجينا بنات كنا من شهرين باص، يعني تصدف أيام إنه ما نلاقي باص، كنا نروح مشي. يعني زمالية من بيتي لزمالية تقريبا نص ساعة. طبيعة منزلنا إحنا طبعا كنا بالزراعة، عنا أغنام، فهذا خلاني حب، ولد عندي حب إني أكمل يعني أحط تخصص إنتاج حيواني وأدرس زراعي. بصف أول كنت يعني تلقائي، كنت مع جدتي عادي، ما كانش عندي غنم ولا إشي، كنت أنزل معها، كنت أروح من المدرسة معها مباشرة، فعلمتني كيف أحلب، علمتني كيف أجبن. صف يا ماما، صف صف حبيبتي حبيبتي، علم علم. هسا أنا بالبداية يعني لو ما أنا طبقت الإشي عملي كان ما التحقتش لا مدرسة زمالية ولا التحقت بتخصصي. كنت أدرس توجيهي وكنت أتابع غنمي وما دشرت، كنت الكتاب بإيدي وأنا يعني موجود على موسم جبنتي، على موسم ولادة الأغنام. كانت بالبداية يعني موسم الولادة يعني هسا خاصة بالشتاء، فأنا بدك تقعدي لموسم الولادة، يعني إذا غنم تعسرت عنزة تعسرت، فكنت أمسك الكتاب وعادي بدرس كتابي بإيد وكنت بشتغل بإيد. رسمت هدف بحياتي إني بدي أفتح مشروع، فقررت إني آخر سنة ونص بالجامعة إني أفتح مشروع أبقار، فأخذت قرض من الأقراض الزراعي 5000، فبلشت مشروع بقرة واحدة وعادي. يعني كانت عندي بقرة كنت ببيع حليبها وأوفر حليبها وأدفع قصد الجامعة، فهسا الحمد لله يعني عندي 8 من أصل واحدة. فأنا درست وكملت عشان أدعم مشروعي وأدعم مزرعتي. فخورة بمدرسة زمالية، فخورة بطالباتها. الآن هم اليوم السنة هاي حققوا أعلى معدل في المملكة. اليوم أنت شفتي في قسطة عندك بالزمالية، في جوافة، في ما شاء الله زيتون، في ما شاء الله كمان شوي رح يزرعوا بندورة وخيار وفاصوليا. يعني ليش منطقة الأغوار منطقة حدودية من العدسية لكريمة ما فيها ولا معهد، معهد زراعي يدرس الطلاب؟ يعني أنا بعد ما أتخرج من مدرسة زمالية كتعليم زراعي أروح على هذا المعهد وأمارس، يعني أمارس هذا التخصص في اللواء نفسه. أنا درسته وعلمته إنتاج نباتي وإنتاج حيواني عشان أروح أدرسه إنجليزي أو أروح أدرسه لغة عربية؟ ما استفدتش أنا. إذا نوقف حدود التخصص. بدأتي من 5 إلى 10 طلاب، اليوم في 79 طالبة، يعني هذا عدد رائع جدا ولازم يشتغل.